الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بن سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه نوافتي وحوت علي ورالك يا هاي قول يفعل باله ربي وحين كبرينا إخلاص وحين كما قلنا الرياء هي السمعة هي الشرك هي الشقاق وحين وهبين كيهورة عدي مقشي سيوغاين إنه كاد الله يغفل دوح الله يقال وعين الشيخنا الغفلة إنه يهي حنون كم إذا حنون ضدك قلبي كجدعة حقيقة دي سناي تهي وحي تهي قفك إنه الدرين سناده إن درين سنان تيسي لقواي وحو قرانا يو وقون أولي يهي إنه ولدك ما حق عمل كمرك لا يجو سيدي وحان وقرن إنه نقول الله إنه كله وحيابها النتيجة أنت عسون نقد مده هذا كم إذا أي علماء الشيعين نوح كم إذا إنه قفك الراعي ما تهواه وتشتهيه نفسه وحاي تعشاي معان سنة السنة فتيسو السقونو كليقين إلهي سبحانه وتعالى ما أقول يهي الرالم كاقن نقونا يا مستر ربي سبحانه وتعالى ما أقولوه كوكو عروريا حنونك غفلة اللي راهدو وإن شاقني إن سيدا حنونا ذا كلبه اللي يهي مراتب يدرجوين كلا الدرن وحليه عواقب وخيمة على العبد عرب حمد درن أيوا الضون ككوية شاء يسامين حن هل إسبان كوية هاي قفك وكرع الدوية ده انت وتشوغي آخر مرك إله سبحانه وتعالى الله ارتقبه وحاكم إذا صامين تحين قفك وكوية شو ضيق المعيشة في الدنيا وعدم الراحة والطمانينة فيها الدنيا ده انتو تشوغن لشو إنه كعرير نغطو وآنو الدريمين راحو يدقنا شقل به ويلا بدا وحلقوها لا إيمانك هي عملك صالحة قفك غفل دي سنة لبدا سوي كما قيهن أما هير كيل لقرب أيانو قارسين وكيلهي سبحانه وتعالى كوري في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إيمانك يا عملك الصالح هذا نلش ونكسر الغهلة نلش ونكسرنا وراحة البال وطمانينة النفس وقفك قلبي جيسوين وراحة سنة ينفتي سنة حسلون طاي تانا وحل الغهلة إيمانك يا عملك الصالح هي ذكر إلهي سيلهي سبحانه وتعالى يقول في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي سبحانه وتعالى حسكي سايي قلوب تكو حسش وفك هدي تالق وايو نرش عليل بيكون قريسا أولو الإيه قبشة أيو دريمية إنك استو حولا هايستو أما مضحت النمو إيه وحي ددكو قيميان ميرسر وكتاقيه إلهي سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وفي الدين تيدي ذكري كتشيست
نولد عريريا أيا أصغن ونحشره يوم القيامة أعمى مالك قياما وحلكين يا إساقو إندالا الدوية مركو تشوغي إنه إلهي سبحانه وتعالى أسيه مركو حق كواركواهي وحقي أم وقضاء أولنق ما يسيدي وحانو أركاهي أو قرب مري إذا بحمد هذا وحكم إذا أنها توقع العبد في الهلاك في الدنيا والآخرة أسبابها الضومها يكون هلاك سمان بي كميتها يدي إذا أنت تشوغان يا آخرة وحالة إلهي وتشعلي والرائل وكي يا إماها وحالة إلهي سبحانه وتعالى كعري سيريسا والهلاك والعذاب من آثار غضب الله سبحانه وتعالى هلاقي عذاب كنا ورادت ككرشا إلهي سبحانه وتعالى عرديس فالله لا يعذب إلا من استوجب غضبه إلهي ما عذابه الدون عرديس صوب صدي وسيبتي دلي مموياني إلهي سبحانه وتعالى وحرمر كان لي فرعون يقوم كيسا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ونكار قوصا نبول رب سبحانه وتعالى بدا نكو قرقيني وحي صاحبه الشيخ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إلهي آيات كيسي بي بينيين إيهو حق نمضى آياتك إلهي قيصا وحانا يا هايين كوان وقال الله سبحانه وتعالى هذا عذاب الدنيا قال الله سبحانه وتعالى في عذاب الآخرة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون كوا أن رجينا إلا كلا كإله سبحانه وتعالى يهدو يدا كدورت آخرة يدا رالك النقضي يدا كحصلي كوا إلهي آيات كي سموغن أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون كوا هو يقود هو النار وحي سميين بان الصابوة عند محمد يدو حكم إذا الحسرة في الآخرة دقيقة كستوء الدونكو وموغنانك قال إلهي سبحانه وتعالى يا ربي سبحانه وتعالى حقوق دي سي واجبات كي سي الدين تيس حتى هدو كم دي هاي ددك آخر اللي باني يقول يستي عذابك إلهي كبد بادي وكم رقون دونا فالحسرة في الآخرة ملازمة للغفلة مروقة آخرة يمو الجنان طلبة يسكح روي من أصابته الغفلة في الدنيا أصابته الحسرة في الآخرة فكحنون كغفلة لرهضة وكل عين تهدية تشوغو آخرنا مروقة ياكو بعضا إلهي سبحانه وتعالى وحييري وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إلهي حشيك يوم القيامة إنه يا يوم الحسرة ما لنت مروقوين كأدران يا إدعي الدوران ذات كأترد بضانينا مروقون دوران وحاوبانا ذاتكو أي كم مروقون يانا وما أصابهم في الدنيا من الغفلة وما ضيعوا فيها من أسباب النجاة والدرجات في الآخرة ووحي كدعي وغفلة هي وحي أي ضيعين وأسبابتي أي كبت بادي لهاين درجوين سرنا أي كبت لهاين إلهي سبحانه وتعالى وحي إشاري كوا مرغون يا إليه كوا أرنكي لحكمي وقيامه ودعي يغو غفل دي سن الإمام الترمذي حكو ري سنن تيسا أن يري النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم
إلا كان عليهم ترى داد هدي أي فريستان ميل وميشا أي ككعان يغون إلهي صهد القادن والحسن نبي قودي محمد عليه الصلاة والسلام نانكو صلين فردي قودان سي مروبو كنو قدا مالك قيامة عنا وكم مروبو قودان فردي قانو عاس حتى هداني فردي قاو حاران كوهين لكن غفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر له إلهي سبحانه وتعالى هدو دونه عذابه هدو دونه ونافه علماء الحديث كأبي داود وغيره وحيو باب يستن حديث كباب كراهية ترك ذكر الله علماء قاركود نوحي الهدين حديث كان وحو تصين اياه جملة قودهان اني واجب تهي قفكو مجلس كستو وفريستو انا نحسك الهي كمرنان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ابن رجب رحمه الله تعالى كتاب كيس جامع العلوم الحكم وحكوش يا إن علماء قاركود أي راهدين أهل الآخرة لحظة كست البرقس كست وأنا إلهي حسين عمل صالح أنا السمين ويكم رجون دونا هل استعي غفلة دولا هذا هي نبكى دو حكم إذا تسلط الشيطان على الغافل من عباد الله الشيطان كالغصة اللي ضو أو كدر مو كغفلة دي سنة الدوماء إلهي كمدة والغفلة عن الله وعن الموت وعن دار الآخرة وعن ذكر الله وطاعته من أعظم الأمور التي تعين الشيطان على إضلال العبد غفلة وحي كمتة يأرمها أقواوي الشيطان كعاوين الضون كإن اللمية وفي حال غفلة أيو أكتا شيطان والضون كهدو إلهي حصي وكعررا من شر الوسواس الخناس ووسواس وأنا خناس وكعررا يا عدة إلهي سبحانه وتعالى حصته وحوسواسنا يا عدة إلهي سبحانه وتعالى حصتان كيس إلو ده وكي إلهي كتاب كيس كوري ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب قف كم جنادا كتشيستا الله الرحمن كحسكيس واجباتك إلهي وصاري قف كضيعة قف كوحي إلهي ودي ذي السماية إلهي الدين تي سواي حلوين قف كإلهي سبحانه وتعالى كأمان وأبي أسماء الحسنى وصفات العلى إلهي نعم كيس وقم هاد نقواية إلهي سبحانه وتعالى وحيري وحانو ديارين شيطان كلران شيطان نوحو فريا وينو قرانينو خيري وناقانو فراهين وحينو شاقين نبي قيني محمد عليه الصلاة والسلام سيدا أحمد وكوري مسند كيسة ترمذينا السننتيس بفايس كيقل عدد وعدك يقفكو شيطان كوكقلا إنو ياهي ذكر قيلاه ورسولك عليه الصلاة والسلام أرميه الشمطة هاي وشاقي يحيى بن زكريا إنه إلهي أمرين وقوم كيسا وشاقه وحكم إذا ذكره إلهي تسالين سنوحة ويان بوري قف عذو وإريان يو كرات جوغه ودباتنا بفايس أذا كقلي عذوي رقصا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله الدونكو دفايسك هو أدق وحو الشيطانك كجتشرا وانو الشيطانكو اللو من كارين دباتين كارين دين تي سنوحبي يلي كارين مركو حسك إلهي سبحانه وتعالى وضو
وإلهي سبحانه وتعالى دينتي سو إلى علينا يو ربنا سبحانه وتعالى حقوق ديسا يواجباتك سو كسو بحي حنون كان غفلة دلير هذا وحلية علامات غفكو مركو يسكو ميزامة وقران كارو هل هو من الغافلين كو غفلة دي موقران تو أصيب تنيو كميدي من سكميد معه وحلقيا وقفكو إنو هايستو هل بيغ عن صحة هاي ويسوغو غفلة ديسان ويسو هايستو إنو درجة سرطة هايه ومهم قفك مسلم كاي علامات الغفلة إنو قرطو كدي منو ويسكا إيهاغو وهدو ويسكو عاركو غفلة دا ويسكا دوييه هدي كلانا ويسكا إلاليو علامتها يو حساب طوأ وحاكم إذا تكاسل عن الطاعات وفكو إنو عبادة كوها السدو وفكا دو إيمان كيسو حوق بدن يهي يقضاديس السوچيت كيسا يا الله حسنان حسوسنان تي سنائس الرئيسو يتلذذ بالطاعات ويسرع إليها طاعات كي عبادات كفر لي الصنب ومعان سنية وأنا أدك دقية آدنو إلى لنية وصيدها حال كنبي محمد عليه الصلاة والسلام هي صحابته الكرام هدي أدون كإيمان كي سو ضعيفة وغفل دي أي أصيبته طاعات كحتى هدو صمينية سوه سو كتيرة أيوه صمينية صلاة هذه نقطة في آخر وقتها بتكريه هل كأي أصل وهيد مي محمد عليه الصلاة والسلام إنه صلاةها تكذو في أول وقتها ساس أصل وهيد وكذلك الصحابة رضوان الله عليه وأنا صفات إلهي وكشاق منافقين منافقين تنوحك لو صفات أوية لمتره وأنا هين ضعف الإيمان والغفلة عن الله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون عليس يدو الصلاة دكوا أي إيمان أيام وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وري الصلاة دو كعان وحي الصلاة دو كعين يدو وحس فربذن يكتر ونفتو دو أيتش علي سر يسو إنا يسكد يسو أما إنا الدبو لكتو يقول مخلصين هاين بي عمل كاسا مين ايان وضادك استوصى اياه ويؤدون الصلاة وهم غافلون فيها صلاة اللفت ايضا ايه دحدة كغف لدي سيين وانت ايه دحدة الهي سبحانه وتعالى حصان حصوصتان با آدو ير ولهذا ابو الشاقر رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة دوينة كل استهاي قارهان صلاة العشاء وصلاة الفجر إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ده وقول اسم منافقين توا صلاة العشاء هي صلاة الصبحوي مركب الحال كاقدبو إيك صلاة هي عبادات ككلابام وقول اسمهين وقول اسم كدر ينتا هي كراهيسي ما كوه ستاه دي جوابت نقطها فأنت مصاب بمرض الغفلة حنونك غفلة لرأيك وهي عالج نفسك نفت هذا الدواء على مدى اللباد واستصغار المحرمات والتهاون بها الدوان كوهدو غفلة دي سيهي وإلهي سبحانه وتعالى يدار الآخرة وموقيهي هي حسابتي هي جزاك السقية وحاد ولي رانية وحا إلهي سبحانه وتعالى وديدي وحصميني حتى يسقوان وحخة شلادة هي حشودة عن دريمهين ويسوار كينان ومالبا كدعينبا وغفلت وغفك وحي كك حيسا درين كالنوع عاصية بخاري وحكوري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه يري
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. أفك مؤمن كاه إيمانك سو قوي جيهاي دم بيدا يقففك إلهي وكجل وحي ولم وغضان سيدي ويهاي قف بور هوس فرديا وكبقيا إنه بورتا سيكو سودونتو معنا معصية يدن بو كدعيا لكن دنبية داسي آد بأقو علوسيهين آد نوي أولويين الساقو الدنبية سمين يهدن ورورية انتا قلبية سيد دمير كيسا عرانية. وهذا يقرب توبته إلى الله فاسين واحد سورد وينيسا إنو إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كيرو وفكا سيد دنبية سمين يهد دنبية ولفدو دياي تاسي توبت كين كيسا ييفو كيسا. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بها كذا وفك الدنبيض ويكبتين قلبك إما دوبيين قلبك يسو إن ربي علي أما أؤاد إن الدرية إيمانك يسو آدك أضعيفي وحوارك الدنبيض والصمين يدخسي وشيك كما لما سنكك يستاقو السداء والسقدولي أنا وحب الله معها آد بيت دنبيد ولف دودهم. ولهذا أبو يصر على الذنوب دنبيد وشوكتين يا وانو عادي سريا وحاكم إذا على مدها غفلة إدمار المعصية قفكو معصية إنه مدمن كن نغضة ومعصية وقبط مو ونفتي سؤال لقب سطو وحتى قلبي سؤال الدريمين وحن معصية حمان إنويح وكيري نبينا عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا معاصي صف بلارون بقلبي قوصو قشا ولاقها عودة وكلاء يعني سيلا لاقها سي صف بلارون والسمن ويهين أي سلا صف بلاران قلبي قفك وبصو قشا وهلك قفك أي كأبار يساوى قلبي قوي ويساق أي حبنها كلا سامين توبضا كله فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء قلبي كستوى معاصدها سي أقبلاء وسودة وية برمذوبة لغدفتة وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء قلبي كستوى ديدنا برعد بامر كالغو نفته حتى تصير القلوب على قلبين إلا قلب يد لبنوع نقضان على قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لبدا قلبي مدوى قلبي معاصدي وأقبلي أي مدوبيسي سيكوب لفوروريا وخير بان كل عائد خير ونو كفورارا سيكستو لو وانيين واندو رادين بيسو وحكستو لو عبرقاتو أركانا سامين كو يالان واي إلا وقارا هير آنو حمانتا حماها إيا السماها آنو كالقرب لا يعرف معروف ولا ينكر منكرب إلا ما أشير من هواه وحاي نفتاس الدونيسو أيوم بو قلبي قاسي أمر يا حبنح وحني وحولاك سنك لقران مايو وقلبي حنون صدي وناقا قران ودردامي وناقا لفو الحماني حمانتا لما عاناني سو لقو روح بدنانيس وعلى أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قلبي قلبات وقلبي ديدي معاصدة يا حمانت وقلبي عدوي وانبوش والسخي يكبو حسنتي أنا هين سعداك حصل لحا يوحي حتى كدعاء ما كدعطاء ومركب دافة يوكلا وحوض بدن وفتن كي معاصدة اسكع بيه الحديث كان سوح الدليل وياهي غفلته إنه سببته
قفكو إنو مدمن معصيادة وكنا قدر وحاكم إذا قفكو إنو أدوية ذا كما مشغولة آخرة وأدوية ذا واركة ودحجوغا يوم بحسوسين آخرين أو إلابي فتشغيله الدنيا عن الآخرة ويؤثر الدنيا على الآخرة الدنيا ذا آخرة كما مشغولين إسا يدو كدور بذا يا آخرة الدنيا ذا كصايق هذا ما يا آخرة وصايق هذا ما يا الدنيا ذا يوم كفو قيني وكشقيني أكبر همي هنا والدنيا انتو آخرة حصوصنا هذا أنا ويرتح وحيس كقلنو ليهي مار الرو يا عيار يا وقتي قالي قاها إلهي وصيه وضيعه وأن وقف إذا يسن للتزود إلى الآخرة إنه آخرة وصايقاته ولهذا بقى إلهي كتاب كي سمي لبضان وحكو الشاقي إن دادك أدوية دا ملكي تشوغين غفلة دي سناء آخرة إلا وسناء سنددي بدنا يا عمري قي دارا يا أدوية دا يكو قاتين إلا بيان قبي سناء ومركا لو يديو إن تاد تشوغتين أدوية دا أي أرانا يان إن يربان تشوغن كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني وقت قاعد ضيعان أي قيمة تران عيار يمار الرو يهولاء الدنيا كلها ما يستان وح آخر صحيح أن قضاء أنا كقفة إيديسا قبقي سبوة إلا بين مال أما الله بأيان تشوغن بكلين مالين أما مالين بركبان تشوي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعني وقت آد ويرون مالين كم ذا إلى الدنيا دي كنا جاين وكلاين غنيان كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وكحال كود يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون بل وابي دارنا ينكوي دنبي لياشا مرك قيامو دعي حقيقة دي هورتي ما دو ما لبثوا غير ساعة والله ساعة وقت يروحان هين ما ننشوغين الدوية دي بيلين يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي إلا بثتم إلا قليلا مرك غفك عيار يمار الرو تليفون للرقرقو علم الدنيا ميد آخرة ميد نبعان لك برانين وانا آل لك دقي سنة هين وحصة هيا آخرة قفك أنه قونا هيا آل لك قادنا هين وقت قيسة كل مياه سيدا سي أي وقت قاس أولير عن دونا وقت قود ديع وحانو تمني دونا إلى الدنيا دي بلو قسو علي سيو وقت قود ديعي وقفا يديستو لكن تاسدي عميسو كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وكذلك قفك عيار يقص الوقت جيسا كد يعي يفي غفلة عن الله وعن دار الآخرة وحكم إذا على مدها غفلة اتباع الهوى إنه قفك يهي قف راعية وحي نفتي صمها تيج على طول وحي نفتي سلام عامل ميزانكو أكتي سو حماه هي صماكو كلا قرطاء وهو نفسه وي وكي الله سبحانه وتعالى أصحاب الغفلة تاسكو سفي وحاكم إذا على مدى الوقر تطول الأمل نفتي سابينو شيقي سو عمر دير باكوها ريبي كورانيس وهدو يدا وقت دير بات شوقيس وقت الدنبات توبت كين الدونتا ما اتصحي قادن دونتا انت نضل يرتا تايورتا بالمستقبل كالدوية وحد يارسو شقيسو مرقصا حالة دي سوحي نقون عيسا قف ان همي كلاء اللهين هم الدنيا مو يعني دارهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلم إلهي سبحانه وتعالى وحد الداها عنانو هايسكقر راح يستانو رجدا اي كقبان الدنيا دي سي جوغي دوران هما ويلي سو هما مشغولي سو فسوف يعلمون
جيردن بي قران دونان مر الله على مركي قيردو تماد دايو تا قرانيا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا ألقى سيكا بلا مصر وحي كدن بينا كسي الدرن يوم القيامة إلهي اللي هرقينا إن الدنيا دي اللي قلعي أي الدلب دونان وحي حقيق صندوران حقارة الدنيا وقيمة الآخرة لذا شد آخرة لذا شد الدنيا هي حقيقة آخرة لكن هو القرآن على حبو ترهين الباب توبنا أن أفرنين حنون كان الغفلة اللي راه ده أسباب ولي حنون كان اللي جمد هو بكر إلا أسباب تيس الله قون صدق أو أسبابها كان الله يسكيل عليه سيدا حنون هذا نتشرك كود عبال ولا رقمه كو قفك قلبي كقد عن أساس وكلا أسباب لي رغفك أدود دوني نكبت بهذا وعينه أسباب تود كف وجاده هذه أي كود عينه ودوني نكبك سدنا وإن صابها كان الباب بدأ يكسر قليا وإن اسكح الأرض والدود وحبت تري ما يسوع سقى غفك وحي حنون ككان يي ولي استعمالية ولي كسي فيصل وكت المام وحكوك الجهل بالله الدون والبس وشيت كيس يحسن حسوسنا أنت يسوع وحي لاكت هاي أنت هاي لاكت أقونت إلهي سبحانه وتعالى ولي غفلتي سيما وجنانتي سنة واحد لا كارسة. أنت ولاد يا هاي تشهلي جو إلهي سبحانه وتعالى كقصة جاية. إلهي أدون كون جاهل كي هاي كليا أو جزئيا صير ما يسترن. أما وحي أبي واجب هاي إنه إلهي كبرتين وجاهل كي. وأنا قرن إلهي قدر كي سيا وينديس. وإلهي مقعدي سيا معناه دان وقون. صفات كيت المامه الهي ولي هي انا وقرا ما نحصصنين ووحا ادرن غفلده اي موغنانته كيره فاذا كان اشرف العلم وانفعه العلم بالله فاعظم الجهل واضره الجهل بالله دي علمك او شرفت بدن او نفع او نفعك بدن وياي اقونت ادونك الهي سبحانه وتعالى وياش جهلك أدرنا وجهلك أدونك إلهي سبحانه وتعالى وكقسك إياه فالجهل بالله أعظم من الجهل بأوامره والنواهي جهلك أدونك إلهي وكقسك إياه وحكوية جهلك وكقسك إياه أمرد إلهي وأنه قررني وحو إلهي فري يوحى إلهي سبحانه وتعالى وديدي إن أدونك إلهي عظمة ديسي وين ديسا ودريمي وايو وقرن وايو وإلهي محبة ديسي قلبي قيسا يكو إله ويدو وإلهي سبحانه وتعالى وكحشون وايو وإنو عاسي وأمر كيسا وخلافا يلفض ذاتا جهل قاسي كدلانس وكيري رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لي أن أتحدث عن ديك إلهي سبحانه وتعالى وحييف الصحي إن أنا ذي نكور رمو ملك قاس مقعي سديك لإرادة عبا ماذا إيه ويني ذا مخلوق قاس نبي محمد وعضوماه وقشة كيبه إلهي سبحانه وتعالى رجلاه على الأرض السابعة لبدي سلقوت ملك التضبات بيكو تاقين وعنقه منثن تحت العرش قرتي سر عرش جهوستي سي صلى بنت وحليه ملك قاس سبحانك ما عظمك إله الحمان ودن كن الزهني ذي اللوين ذا إله يو وين أنت هذا بضنا الله سبحانه وتعالى مقل يو جواب يرمي ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا عظمته إذا إيه وينده إذا أتقرتي قفك يعاسيه سيدك يغدارتي سيغو بيرشيك يمو قرن
الدونك هادو سدبا او غرتو الهي عظمديس الهي سبحانه وتعالى وكهي بديسنيا ربنا سبحانه وتعالى وكبقيا ومن عرف عظمه الله هابه وخاف منه واستحيا منه وكهي بديسنيا وكبقري وكحشوريا الهي سبحانه وتعالى عاصي ما يوم هذي ك معصيه كدعدو هو اي كغالي نقطره مركيبا ويس حصوصر ايايو وتوبت كيلا يدب وصل غنيا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولهذا با إلهي سبحانه وتعالى وحط المامي كو إلهي ككفريي أما أشريكي إلي إلهي عاسيي تاسين كدلتي إلهي سبحانه وتعالى ويندي سسد بينان وقران وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لهذا ما إلهي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حبديي أن يعرف عباده بنفسه إلهي وحواد القرآن كوقع العلي إنه الدوميس نفتي سأبره سورة الإخلاص وفيرس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كله حديث عن الله لا يسقي سكوى الربيع وفق معناه إذا أفير صدى إلهي ويريد يسا قلبك يسجلس آية الكرسي ذا بلاك إمسا اسم الله العظيم المشهي في القرآن الكريم مقع إلهي العظيم هي صفات عظمة الله صفات كإلهي سبحانه وتعالى ويندي ستصنية إمسوا إلهي أدوميه سا ونفتي سأقدق ويحذركم الله نفسه مركا أدوان كواين إلهي سنبا وبرته ما ها إلهينا التقاليل تشيرؤون بس إله معبود حقنا وياه انت هاين كبضا بالقاء الرباء وقونا ند إله ويالته إلهينا سبحانه وتعالى وحاد كبرنا إساء وكبر هي مخلوقات كي سوى وين إن ذو فرصته وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق ويلد مخلوق الله أبوري ويلد سيكوت سنس وحكروك تصير يا إلهي آيات كيسة قرآن كآه يا إلهي سبحانه وتعالى كور رمية صواب طلبات غفلة كين توا معاصدة وحين أكسونا هي معاصدة إن قلبك الراد حنا يكوية لطو وقلبك الدون كأي الضبو الشو سيد حلك بيرتو الضبو له إلهي بأيدي كلا بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون قلوبته دي واحد ضبو لي حمانتي أي سمينيين مركا قلبي مدوبات با معصيادة لك قادة وتذهب البصيرة ونور القلب أرقي قلبك النور كيسا أي تكسيسا وكرسولك عليه الصلاة والسلام يريسى الترمذي وريع عن أبي هريرة إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء الدون كمرك وخلط يدن بي معصية سمايه بر مدوبة قلبك صلى صارا ومعصية سيكون نغطة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه هذا مع سيادة كدحبه وإلهي ويقدف ويراده ورب سبحانه وتعالى وطوبت كينا وشروط التوبت وحقيقية قلبك سوق ولف نعصدا وصدي مدي دحليستي والله اللي سيو عدان كيد وصوب حيب النقضة وإن عاد زيد فيها هذه حمانتي كنا قدرة بريه مذوبة للسيكر ليه حتى تعلو قلبه إلا أي قلب جيس جب جيس ما دشك قبصته وهو الران الذي ذكره الله ران كإلها أيده كل شيء جوا كاسب لنبيه عليه الصلاة والسلام وأيده أي رسولك عليه الصلاة والسلام مفسرة ابن عباس وحيلي إن للحسنة الضياء للوجه ونورا في القلب وناجى الدونك والصمايه إلهي الدراد والصمايه
يسي شريعة وافقسة قلبي جيس النور بو كجتجع افتين بو كجتجع وش جيس قلبي جيس النور بو يلا وسعة في الرزق أرساق ذا يا أبلا رتها سيلاه سبحانه وتعالى كتاب كيس وكويري وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقوة في البدن حتى طاعة هي خير كي وناجو قف كشركي سايحوجية أود بويرة ومحبة في قلوب الخلق خلق جاء أيا إلهي سبحانه وتعالى وش على سيا خلق جل الشيء أنا وخلق جو العكس وإن للسيئات سوادا في الوجه حمانتي مع السياد وقف قلبي جاي مذوبيسة وظلمة في القلب قلبي جي سنة افتينك يا نور كايك كحيسا مدمك ديابي كاركتا ووهنا في البدن مع سيد حتى قفك تشركي سايي ضعيف سا وتقدر رأي الصباب تا ونقصا في الرزق أرسا قد يرانا وي صباب تا وبغضة في قلوب الخلق خلق يا قلوب تودنا إلهي نعيب وقفك وقليا وددك وقرى ما حتى حيواناتك كلا أيان نعاه مركا معاسيو صداس أي قفك قلبي جيس أمدو بين سانور كي وكا حيرس تاسنا إنو غفلد يمو قنان قلو أي صوابس وحكم إذا أسبابتك أنت حب الدنيا والانشغال بها عن الآخرة إنو قفك الدنيا ذا تشعيل درن وقاضو وتشعيل كاسيو قارسيو إنو آخرك كمشغولة وأن يؤثر الدنيا على الآخرة. إلهي سبحانه وتعالى يقول ألهاكم التكاثر. واحد إذن مشغولي الدنيا بتصشق. أي إذن مشغولي سي. وإذن كم مشغولي سي ما حي. إلهي سبحانه وتعالى حسكس يا حسس نانتس. يوصي قال شد الدار والآخرة. رسولكم عليه الصلاة والسلام وحييري إن الله يبغض كل جعذري جواد إلهي سبحانه وتعالى وحن نعبي هاي الدون كستاء قلفسا وبلا نحريس والجواد أي جموع منوع الدوية أرورين بدن وقت كي سوو بدن أرورين تا الدوية دكو بحية حدا نحقوق دي كوا تبتاي مد إلهي كله مد خلق كله ينبع أن كبحنا الدوية داس سخاب في الأسواق سوق هذا إن بدن كقيلية وإن تحصان سينية وألاب ونكسن قيمة هدو وشبينة يهدين كرماني سوق قارة أيكو العلنية جيفة بالليل حمار بالنهار مالين أردن أدو يدو رريي ساد دميركو وددك أقول رريي يدو دميروي هبين أردن أو تشيفة ولا يقوم للصلاة ولا لذكر الله والدعاء صلاة كعماية يا إلهي سبحانه وتعالى بريدي سي حسكيس مركا تاسيرة ومعنى يضوح النقرية يعني شغلت الدنيا عن الآخرة الدنيا آخرة كمشغول عالم بالدنيا جاهل بالآخرة الدنيا دو آدو يقانع يفرسمون كالغو حاصلية آخرة سجاهل بكي موقنان بكي سوي فكأنه خلق للدنيا إن الدنيا الله أبو ريو كلا أياد مودة ساسو رقم يا إنه يقف الدنيا ذا الميال العرو نافعين وأنه لشي سوى الدنيا ذا نونا يكو يكتح أسبابه وحكم إذا صحبة الغافلين جلساء السوء ذاتك غفل ذي سنة الله صاحبته وصاحب ذا حنين تدكوا الله كو إله سبحانه وتعالى كحسوسينه هي الدار الآخرة حتى يقول كل هذا البعد إله كحسوسانه وإله سبحانه وتعالى حسيان وقت عبادته هرتبابه وديار قروبيان دال عباده يوصي قادشة آخرة كم وقت كو أمير الآخرة كحسوسانه بل قاركوت مجرد إن دوتشكو داركتوه أياد إلهي كحسوسانيس كان منهم الإمام أحمد رحمه الله سيد الذهبي في سير علام النبلاء وكل شيء
dadka qaar koodna ilaahay bay ku ilowsiinayaan oo qaflad inaad gashay saab kuugu noqonaya xadiithu umu dunyada adduunyu bay hadalayaan ila fadhiista adduunyay ka sheekaynaya siyaasad bay ka sheekaynayaan qaflad bay ka sheekaynayaan adduunyada see looga shaqaystay ka sheekaynayaan see loo dhoofay ka sheekaynayaan ilaahay ba subxaana watacaala ma soo hadal qaadaya nebiga calayhi salatu wasalaam ku salliimaayaan cibaadadii halka iyagoo fadhiya oo sidaa u sheekeynaya u qosqosle ayay dhaafaysaa kuwaas miyaana ilaahay aakhira ku ilowsiinayn kuwa haddaad la fadhiisato maradulqafl ayaa kugu dhacaya kuwa la fadhiisadkooda iyo la saaxiibkoodana aakhira waad ka murugoon doontaa wayowma yacadu aalimu calaa yaday yaquulu yaa laytanii lam attakhid fulaanan yaa laytanii ittakhadtu maca arrasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكي خلت كي يقفك كسقنا أي آخرة قعمي سفري سقلين يا سوى كش اللين يا إنه رسولك الراعي وهي وكش اللين يا صاحب بحن حنا والراعي وصاب قلنا قضي إله الدين تيسي وددي سحقا إنه كلمه يغفل دي موقنا إنه قلم ولهذا أوفر ستلاذة وكسيانة محمد عليه الصلاة والسلام سأبو داود وري لا تصاحب إلا مؤمنا قف مؤمنا ما ينقفك لها الله رفيق ولا صاحب ولا يأكل طعامك إلا تقي راشين كاقا يانو عنين قف إلهي كبق يمو ياني والله كعبسي وقوحي وقيسر يا هسير من معصية وقوحي وقيسر يا أسبابا وحكم إذا قف كفر لدي إلهي وصارين وضيعه markastoo aad faralada ilaahay ka mid a dayacdo gaflad baad gelaysa markastoo taasi ay korodhana gafladaad way sii kordhaysa ilay ujeedada u weyne cibaadaadka laga leeyahay oo inaad ilaahay ku xusuusato marka haddaad samayn weydo ilaahay baad ilaabaysa ilaahay subxaana watacaala salaada maruu ka hadlay waa ka yidhi ina salaada tanha cani alfaxshaai waalmunkar waladikru ullaahi akbar ilaahay xuskiisa iyo xusuusnaantiisa ku jirta ayaa ka weyn inay xumaanta kaa celinayso وكان النبي عليه الصلاة والسلام إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وحكى عبد الله قد وافيا وصفية مروة دحوة الله صعية وجمارات كدقح الله قد توريا إلهي ذكر جيس سلو أوغو النبي عليه الصلاة والسلام هل عباده أيو إنوشا غي ضيع عيده inuu ka dhalanayo qofka qalbigiisa in la daboolo la mooriyo gafladiiyo mooganaanna inuu galo si muslim wariye can abi hureyra rasuulku wuxuu yidhi layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat rag way iska dayn doonaan jumcaha ay ka tegayaan oo salaada jumco way ilaalin doonaan aw layakhtimanna allahu calaa quluubihim hadday dayn waayaan oo jumca ay sidaa uga maqnaadaan oo salaada jumca ay tukan waayaan ilaahay baa quluubtooda khatimi doono oo dabooli doono moorin doona uma layakuunanna min alghaafiliin deetana kuwa qafladaysan bay ka mid noqon doonaan marka qalbigooda la daboolo faralka ay dayaceen awgeed xadiidka ibnu cabaas ee ibnu maaja wariyeyna jumcayaasha waxaa lagu daray jamaacaadka walayantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljamaacaat wa salaatu aljamaaca ragga ka hadhay ee guryahooda ku tukanaya ama suuqooda iyo meheradahooda arrinkaa way iska dayn doonaan aw layakhtimanna allahu calaa quluubihim uma layakuununa min alghaafiliin ilaahay baa quluubtooda dabooli doona kuwa qafladaysan bay ka mid noqon doonaan maxaa dawo ka ah xanuunkan aad bay muhiim u tahay qofka muslimka ahi maadaama gafladu dadka ay ku badan tahay iyo mooganaantu waxa dawo waa inuu barto dawadana inuu isticmaalo oo aan inuu barto oo qura arrinkiisu aanu ku ekaan dawaduna qofka gafladaysan aad bay ugu qadhaadhay isticmaalkeedu ugu adagi waxaa loo baahanyay dawada inuu sabro oo nafta uu kula dadaalo mujaahadatu nafs cala isticmaali hada alcilaaj ayaa waajib ku ah dawada koowaad waa inuu ilaahay barto
والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبرته النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيمانك يسيال لك عبسك يسيال عبادة سبرسيدة يا هاي والدين الإسلام إنه برتو قرآنك وقوه الرأيه وإلهي سبحانه وتعالى أدوانك وهدوها قوانو ييشو رادك أرنتها سكوية لن يسوي نغا الشاقني دبود اللباد والإكثار من ذكر الله وإلهي حسكي سينو فربضيه كواتشب كاية كالسنة هابا كمطلق وقتي هي ترقارة أن لو ييلن هي كمقيد كترقارة وقتي قارة لو ييلن فذكر الله أعظم ما يوقظ القلب ويذكره بالله إلهي حسيتان كيس وح قلبك التوسية قفلت ديما وقنانتك التوسية وحووي وي وح إلهي أدوانك حصوصينا ووح أصرية ولهذا أبو إلهي أدوما إنبضا أمري يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا يعني إلهي ذكره سبضية وليبت شوكتية قلن هورية قلن دمبا إلهي حسن وياركو صومر وقت أنا إلهي سبحانه وتعالى أنا حسن اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحينا شاقي وفك مسلم كقلبي سوح كنا وليهائن ويا حسك إلهي وهدو حسك إلهي وايو قلبي سوين لمنيو لمشادنا وحكوه الرأيين ومركوه رضع عيفه وطاقدر رأيو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كإلهي حس يكان إلهي حسن تسألون حكر لقيا هاي كالنول يكر لنتي وكالي والذي يذكر الله وكالحي قلبك إسان نول وقودك هو ناكسان قلبك واستعماله يدود أقيمها بدن القدة ويو ذكر الله كان إلهي حس هاي النواصيني قف لنتي وكالي معاذ وحلي رضي الله عنه ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها ذاتك تشنادك قال وحكى لك مرقوين ما ين وحقوله كم مرقودان ووقت أديدك قصه مري وأنا إلهي سبحانه وتعالى حسين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه سعائشة رضي الله عنها إن أشهكتين حال ذي صورنا إلهي سبحانه وتعالى حسين قف كنا مقاري كراء درجوين كسراء إيمانك من حقيقين كراء مقام الإحسان إلا وذكر إلهي فربضي ابن القيم رحمه الله تعالى وحيني لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان فذكر إلهي موقن وكير إلهي ومفرنا وضوء أمره درجة الإحسان ومراتب الدين مرتبط أسر رئيسة إلهينا وشيغي داد كيدين وشعليا وأحسن إن الله يحب المحسنين كما لا سبيل للقاعد إلى وصول البيت وقال على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله إلهي وحا يترتها ذكرك يحسك ذي لا يحس يسامر بين توليجي غفلة دادو انت ايلاك تهي اي انت اله اتكفك تهي ايلاك عرس مركا اذا كنت تريد ان تكون قريبا من الله فاكثر من ذكر الله دادون سيدن لغو تمد اله ودو ذكر اله فربضي قراءة القرآن با كميدا قرآن كون وح اله سبحانه وتعالى لغو حصة وحوقي مبدوي وكلام رب العالمين وهذا الكيلاه وحي نقول ريب وكور رمي وحي نقدم بيه قلوب تأيو قرآنك موعدة يوانا وياي إلهي بأري يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وحيدي من موعظة موعظة والكلام المشتمل على الترغيب والترهيب وهذا الكوب صنعية الدوان كي لا رتشق ليه ولا نبقى ليه ويرقق القلب قلبي جنتش العينه وقسوضه هي قليل كالدواء وقع وحو الدواء ويا هاي حنون هذا قلبي جاودن
وهنون والرحمة إلهي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. مؤمنين تهنون يا القرآن يدو وحيكبك سدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رجع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحولها حزب من القرآن. هبين كي هديو دافو حنون أما هرداء وقيت مالنتي رسولك عليه الصلاة والسلام ولا إيمان شري مركا هدي أنا ورد من القرآن أنا دلهين هبير هذا به غفلة أياك أصيبس دتك غير كتب رمضان تون قرآن كآخرية على جاين طالب علمي هي أما الداعية دتك الدين توقيع وناك فراح ما أنت كريم هذا كتاب كإلهي أنك لفر إلا في رمضان سبحان الله دولة غفلة دوحة كم إذا حضور مجالس العلم والذكر استماع المواعظ بإنصات والتدبر مجلس مجالس تيفر يضع علمك هو إلهي سبحانه وتعالى لغو حصيه إلا دقي استوانوينك وقلبي مركا أفرا وديار ألغو دقيستو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه نبي محمد وحلى أمري وأنا أمر قفك استوى مسلم أكو صعلا إنو نفتي سكوصة برسية لتشوغستا كو إلهي سبحانه وتعالى عابدية قلن هورية قلن دنبه يقوم مخلصينه كوالا فريست كو دوال قد دوابا غفلة أيالك قد دوابا إيمان بالك زياد سدا إلهي سبحانه وتعالى لغو حصوصتا هي الدار الآخرة وفك حالة دي سنة يسبدل فيها أي قصة مياه كوة كلالة فريست كو دي إلهي سبحانه وتعالى كدقي ربي سبحانه وتعالى ويلي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا ومجالس الغفلة إسكا إلالي مجالس العلم والذكرنا كد ذال مهما كان علمك هؤلاء الوحويان أنا أقوم بان لها هايو حوام حاضرة إن الدقيستو أما وعدك أما الدرس قال إنك توحبه وقام باني والدواءك يا عبد الله والدواء ذا دوي وغذاء قلبك وحي قلبك قد دويني وحلياب لدتك إني آبك وحلوستا هي مجالستا إني كصبران مجالس كلا وأدوية نحبان كوكرنين عين صحيح آخرنا أنو نقول عين بل أهتيان الشاقني آخرين كبروا قوان دوران سيا حديثة كحسن أيضاتو كويا عين سادك هدين لغا يستاقو كالموضوعية لغا تشاهدين يربك صهرس انت كالحقية تقيا كوا وفي عنوا كوا أدوية الدريرة المهرة دقلا وحي أدوية كبرة كوا بالهي يا الدنيا دو دو يكون قل الله هيد من نفعية واحتروا يا لطيك يا عين إن بدن نحتى الدنياكم الصعدان غاحيات يسكفر الصنيان شيك بلابيان لغو بلابيان قصل بلابيان وحيكون ترى الحالة دي إنه شجنة غفلة على مدى واحد وحكو علوس إن القرآن دقيستان مساد كفر يستو القرآن وراه ذو إبرة كلان القرآن كما قال بري بانير دكتام ودي جنبو ني حق علوم الدنيا بان كجيدي هذا علوس بي كتاين وقران كبرت مساتك وكبرت انه تفسير كدغيس وعد يا مساتك كسعود 10 دقيقه ما شين 10 دقيقه ما شين 10 دقيقه ايا بور كغ علوس فديدا كلا ساعده وفديه وكقسليا وعليس كمايا وهي تاهي تلدا انو جيدينيو دليرتينا الى سبحانه وتعالى وافتيي اني مساجدها سو غلان واي توكدان لكن يكون علوس تام ساتدين يسيت شوكان حتى إن بضاني صناع صلاة فرع كقدم بيمسوك كران مركب يو كبا قاتب أركس حتى أذكرت صلاة كقدم بيسي إن بضاني لما إيمانيان حالة داسي إن يتهاي حالة حن وأن كتر شو مهين وأن على مض وهين إيمان حب بدن يا الله حصوصنا إيه الديار سنان قفكو آخره الديار سيهي أيان حصوصين إيه
شيطان كيو كوغو ران المرحلة سلادي تكاليسة خلاص حالة داد ويدانت دين تا إيا فر الله دا إيا إيمان كو صلاة دا فر الكاو اللي تكادو قرامه فر الكوب بدي دين تا إيا لبرتا إيا كاميدا وبرشيه دا الله صبره قرآن كا لبرتو معنيسة لبرتو حكامتو شيقية لبرتو حديث النبي لبرتو حلاش إيا حاران تلك لبرتو دين تي وحا كاميدا السنياش فرها بدر قف كفر الله إلى أنتوا ذا كعاونا يا لوجك بيا يوم القيامة هدي وحويان فر الكيسة أي نقصان قش مجالس تا نفتي نقص برسية وبرب عن لاي أرنت نوع سوى حساب نقطة قفك مركز دمرين وفر الله الضيع ويكبل عوانت الصلاة الصباح وكسح نندل يراء عمرضا وتجنيب أيان كوري كورا حاد عمرده تسبدلات كدر انت حيقولي ولقيت صلاة صباح اما انت بضن قرحت وصوبح هذا مويان ما انتو كنت لمول امي كان مساجد كان صلاة الصباح انكتو كذا وقال بضح حالو تسيو كلو ناكسي سؤالك كمان مغط مركا مجالستا ذكر هو مجالس الملائكة مجالس اللغو والغفل أو مجالس الشياطين من القيم يحرف فليختر العبد أعجبهما إليه لماذا كيكو عتشري هذا الدورة مجالس اللغو هي شيء كذا هي غفلة هي مجالس الذكر مدوا مجالس ملائكة ومجالس الذكر مجالس اللغو والغفل عن الله وعن دار الآخرة وعن ذكر الله ومجالس الشياطين هذا كيف عجبية الدورة هذا خيار كلام وأولاهما به كويس هذا هو مضمت وهذا مجلس كان كوها بونا الدون كوها الدورة فهو مع أهله في الدنيا والآخرة لبدا كانت دورة أيوم بدت كيسة الله مع يدرجتها هي الدنيا أنت تشوكت يا آخرة مالك إله سبحانه وتعالى الله رتكم وحكم إذا الدودة الدون كوينو طاعاتك وكد داله وطاعك استطاعت سميسوا فر الإيه السنة حنونك غفلة إيه موقنانت قلبي قاق الدوي وقطح إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كو إلهي كبقى إلهي الدين تيسا كو نغماء مرك الشيطان كو وسواسيو طائف خيال وآخر يقلوبتو دو وسواسيو مركب ويس حصوصانيا تقوى دو دي هراء صابعة إن غفلدو مركي عصيبتو في بداياتي عيس حصوصتان مركي بلو طاي قبل أن تتحكم في قلوبهم تاني قلوبتو دو كحو قيسا وإلهي بحصوصانيا إلهي سبحانه وتعالى حقي سي واجبات كي سي فرالذي سي بحصوصانيا آيات الله المذكرة بالله بحصوصانية قيردة حصوصانية آخرة حصوصانية دبا تنا بصيرة القلب بأوصان وقريسة سو ماركز التقوى الله كعبس يدين كنغان كنرات كقفك وكل إيه يسيد الدواء وقرن وقونا يغفل ذي أصيبت رسولك عليه الصلاة والسلام وحي ليس عبد الله بن عامر وكوري والحديث في السنة أبي داود من قام بعشر آيات لم يكتم من الغافلين طبعاً آيات هذا قرأ هذا بينك كنت كنت في ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر وطبعاً آيات غافلين تا كم من نقول ميس هبينك غافل متين إذا قمت بعشر آيات فقط طبعاً آيات هذا قرأ هذا كنت كنت ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بقول آيات قف كهبينك كنت كذا سلات الليلة وحلو قدر الليسك كو قانتين تا من المطيعين الخاشعين لله كو إلهي سبحانه وتعالى عضي عامر كي سقاطة إلهي إلى سبحانه وتعالى قلوب تودا يخشو عضو ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين كن آية دوت قفك سلاة الليل كنت كذا بينك وحلو قدر الليسك كو كيدك آخرة فرح بدن ديار صدي خسندوها خسندها خير كوي أبو حاد كوا صالح قدرة
كورن يا عبد الله دو إيمانك وكرسي وين طبعا آيات هذا بين كات كتكتو وصيدات قصة حتى بعد العشاء واجو كوجبريو الكورة ده يتعرع ده صلاة الفجر إن وقت جدوب بحياة صوكع ده أما سنيكو الريان تكن أما جماعة ده أتكهرب وقولي يا جو حين تكتكتو ألا تكون من الغافلين والغفلة أنواع يا عبد الله هناك غفلة عن الواجبات وغفلة عن المستحبات وكلها غفلة مكروهة يبغضها الله غفلة فر الله ججلا يمت سنة الله ججلا من نبي الله سبحانه وتعالى ما تشعل الدارمي وحي بن مسعود كوري من قرأ في ليلة 50 آية لم يكت من الغافلين دوان وحكم ذلك ثار من ذكر الموت قيريد الحسوسنان تيدا ينات مدسو عديقو وهيبا لاه إلا تقيريد الحسوسنات ينات ديمان إسا مروا بالنفطة دين الحسوس ويد سويد تلو قورما ديمان إسا تلو معاوة ديمان إسا تلو ببريبا ديمان إسا تلو بيشان من نولان دونتا تلو سنت كاني نولمكو قدامان دونا مسددكا قيريد كو حكومان باد كميتا أرنتا سوح وين با قفك مسلم كاي كبدل إسا نولشيس عبادتيسا يددال كيسا يو ذكري كيسا بدنان تيسا يو صايقات شديسا آخر سيقف كوانا يو أحبر هاروشيا يو إلهي حصوصية وغفلا سنابو إلهي سبحانه وتعالى أمه وقرانيا يذكر إلهي يدار الآخرة قف مرول بقيريدا نفتح حصوصينه ويحضر الجنائز باعتبار ويزور المقابر والجناسوي كقيب قليا قاب كوا قيب قليا راي تاي قاب كعبر قادش هاي كتير السجى الجريدة كحصو صلاية حبالها زيارة ينتو ضل تبو صدا ويجي تلو كوا قارمت كم من غرسة تلو محي كوا يدين هل كام حي لق جلاد وهي الدنيا كلي ما دين من خير أو شر ولهذا رسولك عليه الصلاة والسلام وإن أمري حسوسلانتي سينين وبضين إنه أركي نجيريدا أو نقانا وددكي آسين وددكي لنتي مقلي شاهدنا قبتشوب واهين أياد نجيريدا لين حسوسين يا مرور كل نفس دائقة الموت يدا لفت يدا غفلة لك قلية مجنة وفكو أدو جيريدا إلا أبنى أرنت السامين حم بين نفتي سكويا لنسا ظلمي قوفضو داري حق إلهي وكقلي حق خلقي يا قابنتي يا تقصيرك وصحيق هذا الشدة وحق جيريدة كدام بايا ايا كواد كاريس وكو عصلانيس نين باوحو يقول يري وانين آدو ذكر بضن نين شيخ اماها مطالب علمية لكن يكثر من ذكر الله مروا البيسوا الهي سبحانه وتعالى حسا يوان اركا وحو يقول لي هدانو قبري قاسي قدام باين انيق قبري قاسا ايا يقبتبو هدانو قبري قاسي قدام باين وحبنا من صمين لها بولي مركان قبري قا اركان صاو ويقان الهو ما هالكاسات كودن بيني صاح وإيل كاسة الغواصية مر تاسا وح بدن وانا إيجا نغتبول وح فر بدن إيجا عريس دو هذا وح كم إذا توبة دي استغفارته وهي وح نشوق ندم بيده وإنا أسباب توه وإنا غفلة كأنه كم دي أكثر من الاستغفار سنة محمد عليه الصلاة والسلام هو بدن كري 100 مرة على الأقل قل استغفر الله الله أما اللهم اغفر لي 100 مرة في اليوم حيك هذه بس جرب والدقائق أياد 100 مرة كل ما ينسى مع تدبر وتفهم المعنى هذا معناها استغفارته ذكر جاس العرب كله ضاي قلبي جنا أغفر السنة أو قلبي جنا كنا رامينية إلهي الدنبية ذا وقت توبت كان أنت أني جريد وكوس وجارين وحالة غفلة ديت أني جريد وكوي من قصر الأمل ومعرفة حقارة الدنيا وزوالها والزهد فيها رجل أتكقبت الدنيا دينا سوك سيكوك تصوك قابي الدنيا ذا حقرنان تدي قيمة الدرية ذا نصف عنه وقون سوق البيع القلي إنا يسول يسيقين سوء تبعتنك الزاهد قلبي قليك هالقلي هذا يدون تاكوب بوحيد لكن قلبي قليك هالقلي الدنيا ذا وقلبي قانا إلهي كقبصني إيا ذكر جيس آخرنا يانكو إلا وسنواني كان مشقولين أرنت النوع عاسي هاي وحي السابكو قلنا قل
حنون كان غفلة للإرادة إن أتكبك ستو بل إن أتكبت بعدي سابق ونغنون قفوا تشجنان شوكتاك وتشيرا يد مقرس غفلة النوعية ذا أدى روحة كم إذا الغفلة التي تصيب العلماء غفلة العلماء ذا كل عذا والعابدين وطلبة العلم والدعاة إلى الله غفلة أصيبتا أرضيد علمي قبرتا تأصيبتا ذاتك الدعاة ذاتك وناك فريا حمانتك الريبية غفلة أصيبتا ذاتك عباديستا وضدك يا هيد إن إلهي وحصو سنان بدنادان وإلهي سبحانه وتعالى وحص بدنادان وضدك يا هيد إن وطاع بدنادان وعبادة بدنادان فرل يسو النبع وضدك يا هيد إن وقلبي قوينادان وضدك يا هيد إن الجيريدة إيا آخر وحصو سنان بدنادان كواسي أو غفلة يا أصيبتك وكو يا هيد ضدك إن غفلة كده ويان ايها ايها اللفت وذي حنونك وقرد عاي احذروا يا عباد الله يا طلبة العلم ايها الدعاة الى الله احذروا الغفلة غفلة ذا كد دكتور هذا اذن كو علمي يكون احجر يدعو ودي يقلبك ويدن قلاله وحقلبي قلال صاب اذن كن نغضي اسكايل عليه درك بدن هردب بدن قصل بدن الدويين بدن لقاش يكايو همجا أوين وهمجا أدوية حيان لقى دقى أنت أصلاصي دافع معاصي إلا السمائية علنية أو في الخلوات معاصي مقطع أما إذا وضدك لقى قرصونية إلا السمائية لكن إلهي سبحانه وتعالى على قى قرصونين وإلهي سبحانه وتعالى لقى لح شواي سكيل عليه ذكري يرانت إن ذكر جو كير هذا عرب كين وإذن كو حويان دينتي برانيا أما ضدك برانيا هدنا حسك إلهي سبحانه وتعالى عرب كينا وكوية راض وقرآن أخرسكي هي التصبيح دي هي التحميد دي هي التهليش هي التكبيرتي أيضن كوية رتح سكيل عليه إلا الدوية دانو حويان كو مشقوشان وآخرات سكيل لودان كدك تون هذا النقرين قيت كي بيها كدح بحايا كدح قلالها النقرين وبيها وحي نولش يسوي كوح النذان كو انتفاعي بيها إصاب النقدين إنه حويان وكل أحد أنتم تذكر إيمانك هذا أو إلى أنت بدل النقدة إمر والبيلاه ويدي سريه إن إلى هاي إيمانك وعصب رئيسي سورة رسول كل عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب إيمانك حال ذم مرة هن باليو بك لجس مرض وكلا طول الوقت جل حتى وقت جل لا يرقفك مريه أي الصامين إيمانك سكوي على نية يوحن ومقلة يوحن وأركية يوحى السجل لفتي سكسو فولة يو الصامين يو مركز إيمانك سو ضعيف يا وهموري مركز الصامين كوي على نية دغن كيس يو أفعاش يس يعمل كيس مركز إلهي ويديست نور النبي عليه الصلاة والسلام فاسأل الله يجدد الإيمان في قلوبكم إلهي كبر يا مروة والبا إنه قلوب تك قلبي إنه إيمانك قلبي إنه كل عصب ورئيسية ومر والب إيمان مركع عصب حوق بدن وقلبي إنه كتير قلوب تاينو تفقدنا هذا إنه أجمع إيمان كنا مر والب مالين كاستاينو عبرنا هير كإيمان كانوا حويان ومريء الدنيا دنا يعني آخرة إن جم مشقولين إلهي إنه سبحانه وتعالى إن جف جين ورب سبحانه وتعالى أنا إن اللوسين دعوة ده وإلهي سبحانه وتعالى قفك وافتيه وكشر في وربي وكو أمانه ويري ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأرنت إلهي سبحانه وتعالى وإنه أدري وأينه قررنانا إنه واجب إنه قطة هاي يعني نقوبها هاي داد كانوا نقوبهاين يعني غفلة دعوة دائنك قلي كعذر دارانين مركو ردتك كالي وحدك كالي واني مركو اللي قولها هذا كعذر دارانين هكا دارانين مجالس تشاكدة إيا مورانك إيا سياسة إيا قصلك إيا مار الروق الدوية تاسو إلهي سبحانه وتعالى كوكو إلى علينا عماشة صالحانه وكوكوها فتشينا سأل ربي سبحانه وتعالى ويريه
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومد دعوة بأبانته هي بأمس الحاجة إلى الدعوة. إن بضم بان إلهي سبحانه وتعالى سفع عنه قرنين والنبي محمد سوان أكسر عنه أقوان وقرآن وحيها عن قرنين سيوتو كذان عن قرنين. إن بضم بان أقوان لكن غفل ديسا وعدتو سيساو باهر كوي توسين لا هذا كسر أحدانا يقو غفل دي موقنان أي قلان والله وخسارة عظيمة وي اسكح كمية موابل كي استعمال كيس فهو من أعظم أسباب قسوة القلوب في هذا العصر حبا قلبي قلل كينا يقفك حتى ردن كعبادة إنو هيلي وايو إنو كوه سدو علمي قبرشدي سيه برستي سيه دعودي إنو عبادة ويود دمي ويدو وخير كولف والحماضو وحيابات صوابا أيو كميديه وحمر كان نفعي الدنيا وحلالة كوله أما صحيح آخرة كون نقولهم كاستعمال نفتا دون أيدو ياريكوه قامنين ودونستي إذا أردنها كييلي وحي الدنواهم كييل وحي كلنا كلا جهاد إلهي با سبحانه وتعالى إنت أدب إذا كوكو عاوين دورا إن أتكات كاتو ودد الصحدانات كتو صناعة تصيل إلهي سبحانه وتعالى ويري والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نستجير بك من النار اللهم إنا نستجير بك من النار اللهم إنا نستجير بك من النار. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.